دخل الدكتور عبد القادر حلمي بضربة كبيرة، واكتشف وجود أبحاث لصناعة مادة من الكربون الأسود في مركز تاني تابع لقيادة سلاح الجو الأمريكي. المادة بتعمي أنظمة الرادار وبتحول الصاروخ لشبح في الفضاء لا يمكن رصده، يعني ببساطة بتخلي الصاروخ مش متشاف لأجهزة الرادار. وبدأت عملية سرية وخطيرة للحصول على المادة وشحنها لمعامل الأبحاث والتطوير في مصر، ومعها نوع خاص من الصاج اللي بيتم دهانه بالكربون الأسود وبيشكل جسم الصاروخ. قدر الدكتور عبد القادر حلمي بالتعاون مع الشبكة الاستخباراتية إنهم يستولوا على كمية من الكربون الأسود بتوصل لـ8 طن، وكان بيتم شحنها في صناديق دبلوماسية بالتعاون مع السفارة المصرية في واشنطن وعن طريق العقيد محمد مساعد الملحق العسكري المصري بالسفارة. وآخر عملية كانت مقررة في يونيو 88، لكن قبلها الموساد بدأ